ختمت سورة القصص بقصة قارون، وطبيعي أن يجيء نبأ الاستبداد الاقتصادي بعد الاستبداد السياسي، فقارون يمثل القارونية الكانزة، بينما فرعون يمثل الفرعونية الحاكمة، هذا في المال وهذا في الحكم. وقد اشتق العرب من كلمة فرعون، وفرعون لقب لحكام مصر السابقين، اشتقوا فعلا فيقال تفرعن يتفرعن. والسبب في هذا أن النفس الإنسانية فيها طبيعة الاستعلاء والاستبداد إذا ملكت الدولة والتقت بين أصابعها مقاليد الأمور. وتكرار القصة في القرآن إنما هو تربية للمؤمنين حتى لا يمرضوا بهذه العلة الخبيثة. وقصة قارون معروفة، وإنما نحب أن لفت النظر إلى أخطاء لا تزال تشيع بين الناس. فأغلب الناس يرى أنه إذا أوتي ثروة طائلة أو رزق جاها عريضا أو كثرت الأموال وصارت خناطير مقنطرة بين يديه يظن أن هذا له وحده، ويرفض اعتبار الغنى وظيفة اجتماعية. هو يرى أن الغنى متعة شخصية وتقدير إلهي له هو، ولا ينتظر منه إلا أن يستمتع وحده وينسى الآخرين. هذه طبيعة في الخلق، والقرآن الكريم شرح هذه الطبيعة في مواضع. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. تعبير ابتلاه ربه، هو لا يرى هذا ابتلاء، هو يرى أنه كرم ونعم وانتهى الأمر. وفي سورة ياسين نقرأ قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. كأنهم يقولون في إيجاز: لو شاء الله أن يشبع هذا الشخص أو أن يكتسي لأغناه، كنا نحن نملك المال لأن الله أراد لنا أن نكون ملاكا للمال، وكن هذا لا يملك لأن الله أراد له أن يجوع وأن يعرى. هذا منطق لا أصل له. لذلك أن أطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن الإنسان إذا أعطي فلكي يطعم ويطعم من احتاج. من تخلفت به شؤونه طبعا لا لأنه متبطل، لا، نحن نعطي عونا باسم الإسلام، نعطي عونا للعاجز وأجرا للعامل. العامل يأخذ أجره، العاجز يأخذ عون. وكما جاء في الحديث: لا تجوز الصدقة على غني ولا على ذي مرة سوي. رجل سليم الحواس، سليم الأجهزة، لا يستحق الصدقة إلا إذا كان عاطل برغم أنفه، بيأخذ إعانة. وهكذا تفعل الأمم كلها. أما القوي فالأساس فيه أنه يشتغل ويعمل. وإذا كنت ذا مال فالوظيفة الاجتماعية أن تبحث عن الثغرات في المجتمع وتسدها، عن المتعبين وتواسيهم. هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله. ولذلك جاء في الحديث: ما آمن بي من بات شبعان
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ما آمن بي. وجاء في القرآن الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. المؤمن لازم يكون خير ومسارع إلى إسعاف من نكبوا في هذه الحياة واحتاجوا إلى الإسعاف. هذا هو ديننا. لكن منطق قارون وأصحابه غير كده خالص. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قلنا في تفسير الآية هي طبيعة الإنسان أن يفرح بنعمة الله، لكن معنى إن الله لا يحب الفرحين إذا تحول الفرح إلى بطر، إلى استعلاء، إلى نشوة تفقد الإنسان رشده، هذا هو الفرح المرفوض، هذا هو الفرح المرفوض. وقيل لقارون إن ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن الرجل كان على فكر آخر ومنطق آخر، وقال الكلمة المعروفة التي يقولها كثير من الناس: إنما أوتيته على علم عندي. ومعنى أوتيته على علم عندي أي أنا جمعت ثروتي بعبقريتي، ولولا عبقريتي هذه ما كان لي هذا المال. الكلام ده مغشوش من ناحيتين. الناحية الأولى إنه في عباقرة كتير، في عباقرة كتير يبذلون جهدهم، ولكن كما قال حافظ: لا تلم كفي إذا السيف نبى، صح مني العزم والدهر أبى. قد أفتح الصنبور ولكن لم يجئ ماء، لأنه العين مقطوع، فمن أين يجيء الماء؟ وليس كل عبقري ينتظر من أقدار الله أن تكون على هواه. ده من ناحية العبقرية. وكم وجدنا من عباقرة يعني انتهوا نهايات هائلة مخيفة، ويعني كان هتلر ولا موسوليني كانوا تافهين وكانوا عباقرة وانتهوا هذه النهاية. دي ناحية. ناحية تانية: فرضنا فعلا أنك عبقري وجمعت هذا المال بعبقريتك وذكائك ونشاطك، طب فمن الذي آتاك آيات العبقرية ومخايل المعية وجعلك صاحب نشاط عريض وأعطاك الصحة على الضرب في الأرض دون تعب وعلى الكدح دون إعياء؟ من؟ أنا ساعة أنظر للمغني قل: من الذي جعل حبال صوته رقيقة وأصبحت النبرات تطلع من حنجرته عذبة؟ هو صنع الحنجرة؟ هو صنع الحبال الصوتية؟ هبة من الله، هبة من الله، هذا شيء هبة. واحد تاني عنده قدرة على الاختراع والاكتشاف، من الذي جعله ينظر فيستكشف المخبوء؟ وكما قال الشاعر: والألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. من أعطاه هذه القدرة؟ الله. فلو أن الإنسان منصف لرد ما عنده من خير إلى الله. وأحسن ما سمعت في هذا كلمة ابن عطاء الله: من مدحك فإنما مدح مواهب الله عندك، فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك. فضل الله أولا وآخرا.